ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هرددشت. شيطان الشهر. ينتمي شيطان الشهر إلى صنف من البشر القساد في بعض الأحيان عندما ينكمش دهشة من حدث جلل واحتراما لهوله. يشعر بالرهبة أيضا من تفوق الواقع عليه بهذه السهولة. فشيطان الشهر متمرد على الواقع وجد نفسه غائصا حتى رأسه في خيالات الواقع اللانهائية. يبدأ بالصراخ ويحاول أن يلمس مصدر إلهامه كي يأخذ منه شحنا، ويبدأ برمي الكلمات جزافا هنا وهناك، ويصبح تفسير الواقع هو قمة الخيال، فيعود إلى الانكماش راضيا مرضيا كميت عاد إلى الحياة، فوجد الدنيا وأحوالها قد سبقته لمئة عام. ماذا لو استيقظ أحد شعراء الحرية من موته وقال: هل كان صمت أم كان قال؟ ذلك هو السؤال يا خال. وماذا كان قد قال؟ قد قال فيما قال كل أصناف العشق للحرية إلى درجة العبادة، فماذا كان سيقول الآن؟ لو استيقظ يوسف العظمي على هدير الفداء فما كان حاله الآن؟ هل كان سينشق عن وزارة الدفاع انشقاقا، أم كان سينقلب مع الجيش انقلابا على المخابرات؟ أم كان سيظهر في الوفد مع وليد المعلم وبثينة شعبان؟ أم كان سيفر انشقاقا إلى الغرب ويترأس المجلس الوطني، ثم يستقيل بعد ملاسنة مع هيثم المالح اللي من عمره تقريبا لو كان لسه عايش؟ أين كان يوسف العظمى سيكون؟ لكن لو عاد ميت منذ 1000 عام لما شعر بالغربة؟ فما من شيء قد تطور في الصراع منذ ذلك الوقت. هذا هو ذات الهراء، فقط سيلاحظ تطور أدوات القتل، وسيندهش من المروحيات، وينفلج من الدبابات والراجمات والصواريخ. باختصار سيشاهد جهنم الحمراء قبل أن تتكحل عيناه بمعاصرة الكيماوي. فما الذي كان سيقول ابن بدرية؟ وبماذا كان سيجود ابن أبي حلزة الجهنويري؟ هل كان سيعرف أن وصف هذا الحال محال؟ رغم أن وصف حال عرضه على الشاشات ليس مستحيلا من المستحيلات، يحتاج إلى صفنة مدتها 1000 عام لتفسير الواقع لا أكثر، عبر إدارته الناجحة من قبل أجهزة الإعلام من كافة الأنحاء والأصقاع. في الحقيقة لا مكان لشيطان الشهر وسط هذه اللعبة الدموية التي تدار برؤوس من ينابيع الشر الخالص التي تحكم بقبضتها على هذا الكوكب العجيب. ما يحدث الآن عندنا يا فرحتي تفوق على اللامعقول الذي شهدته أوروبا في الحرب العالمية الثانية. الصراع الآن أذكى والأوراق الخفية أكثر، مع أنه كل شيء غبي، واضح أنه غبي. لذلك فإن دمار حمص وحلب ودير الزور مثلا صار متفوقا على دمار باريس وبرلين وبراغ، بالك يعني. والتلذذ واضح على وجوه رعاة المؤتمرين وهم يراقبون السجال الهزلي بين وفدي المعارضة المسكينة والنظام الكهين الذي يظهر لك في كل لحظة أنه كهين في كل مداخلة في كل تصرف، وبخفة تجعلك تفكر بالمادة التي صنعت منها أدمغة وقلوب وضمائر هؤلاء. تبدو تصريحات رؤساء العالم مثيرة للضحك، ويظهر أوباما وكأنه عادل إمام. ألا توجد في هذه المادة ميزة الخجل على الأقل؟ يختفي شيطان الشهر، فروايات الواقع تملأ الفضاء الآن، ولا جدوى من وصف المجزرة، لا جدوى أيها الناشطون الأبرار. فلقد انفلج شيطان الشهر وصار معه حب شباب، وفوق اللي منه شلل أطفال. هكذا حدثنا هرددشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.